qui ont contribué à l'organisation de notre événement cette année du congrès contre l'idée technique d'intérêt des environnements malgré les contraintes aux personnes. الأستاذة عائشة سعد جامعة ابن الزهر منسقة مؤتمر الدورة الثالثة لمؤتمر التدبير المندمج للموارد المائية وتحديات التنمية المستدامة. المؤتمر ينعقد في دورته الثالثة بعد محطة أكادير ومحطة مراكش. هذا السنة 2017 اخترنا باش تنعقد الدورة الثالثة في مدينة الداخلة، ولجنة التنظيم اختارت تنظم الدورة الثالثة في مدينة الداخلة لأنها مدينة تندرج ضمن المناطق القاحلة، وهو العنوان الذي اخترناه للدورة الثالثة. كما يعلم الجميع المناطق القاحلة مناطق تعاني كثيرا من نقص المياه، من تعاني من مشاكل في جودة المياه، فاللجنة اقترحت أنه تم تنظيم هذه الدورة، وكنشكر المسؤولين في مدينة الداخلة اللي وفروا لنا جميع الدعم. وكذلك الدورة الثالثة حظيت بشرف التنظيم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. دونك المؤتمر ينعقد خلال 3 أيام، اليوم الأول واليوم الثاني. تندرج محاور 6 محاور، كلها 6 محاور حول مشكل المياه، فيها مشاركين الحمد لله من المغرب ومن خارج المغرب. فاليومين الأولين ستتم ندوات في القاعة بالمدرج بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسويق في مدينة الداخلة، واليوم الثالث ستنظم رحلة تقنية لصبخة مليلي للسورس أسماء، والمحطة الثالثة ستكون زيارة محطة معالجة المياه بمدينة الداخلة. أستاذ منظور عبد النبي، أستاذ بكلية سيونس سملالية مراكش جامعة القضيعيات، من اللجنة المنظمة للمؤتمر La gestion intégrée des ressources en eau, défi du développement durable, cas des régions arides. Pourquoi le choix de cette zone? La région de Sahara marocaine est presque c'est 40% du territoire marocain, et le choix de cette zone est dû à la particularité de cette zone. C'est un climat aride à saharien. La plupart des précipitations varient entre 30 et 60 mm par an. الحاجه الثانيه اللي كتعلق بالمنطقه هو الفرشه المائيه. الفرشه المائيه بالنسبه للمنطقه كاين 3 ديال الفرش مائيه. لا بروميير سي لا ناب ليبر او نيفو دو كواترنير، لا دوزيام سي باليوجين، اي لا تروزيام سي لا ناب بروفوند كابتيف دو كريتاسي. que ce soit le crétacé inférieur ou le crétacé supérieur. الفرشة المائية في منطقة الداخلة بأنه هذه الفرشة المائية الماء ديالها ما كيتجددش تماما. أنه الفرشة المائية كاين 3 ديال الفرشة المائية، كاين فرشة عميقة لاج ديالهم لو كريتاسي، وحقبة ديال الباليوجين، وحقبة ديال الاكتويل الحالي. هذه الفرشة المائية بالنسبه للتجديد ديالها كاين طرق، هو انه ضخ المياه المستورده من السدود وضخها في الطبق في الفرشه الفرشات طبقه الجيولوجيا في الجهه ديال الداخله. بالنسبه لتحليه الماء البحر، بالنسبه للتحليات تقريبا بالنسبه للبسان ديال العيون الداخله تقريبا 40% ديال المياه مستورده من تحليه الماء البحر. بالنسبه لهذه الطريقه جد جديده، وبالنسبه للتكلفه ديالها تكلفه جد غاليه. لا فاكتور انرجيتيك بالنسبه لا فاكتور انرجيتيك هي très importante.